السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء، معكم المهندس محمد خلف. بهذا الدرس إن شاء الله راح أحل معكم أو راح أبدأ معكم بحل أسئلة الفقرة الثانية من الوحدة الرابعة. الفقرة الثانية إذا بحب أذكركم إنه كانت عن مو إنه بحب أذكركم، إنه قصدي إنه أذكركم على إنه هي بتحكي عن المعادلات من الدرجة الثانية لعدم المساواة، أكبر أو أصغر أو أصغر أو يساوي أو أكبر أو يساوي. هلا رح نبلش بحل السؤال الأول. السؤال الأول عم بقول عندي أشهد كي درجتين بالمئة شي تزلي تشوزن كمسير رديهم جابر هندي جرافيك يردمي لا هندي إدنس. طالبي مني أنا أوجد حل لهدول المعادلات الأربعة عندي هون هي أ بي جي كل شيء. طيب طالبي أنا أوجد مجموعة الحلول لهدول المعادلات، رح أبدأ أنا بالمعادلة الأولى. المعادلة الأولى إذا حبيت أكتبها أنا هون هي إكس كاري أر تي إكس إكس يرمي أصغر من أو أصغر أو يساوي الصفر. طيب رح بلش حلها. هلا بقول أنا شو هن العددين إذا ضربتهم ببعضهم بيطلعوا إكس يرمي، وإذا جمعتهم مع بعضهم بيطلع معي أنا أر تي بير. تمام. هلا شو هن العددين زرتهم بعدهم بيطلع يرمي، بيطلعوا 20، يعني مثل ما بنعرف نحن يا اما 10 ضرب 2 يا اما 5 ضرب 4. طيب اذا كان مجموعهم واحد، مجموعهم واحد، طيب اذا كان 10 مثلا سالبي او موجب خلينا نقول نقصنا من 2 بيطلع معي 8. لا اكيد معناتها البيش وال دوت، ولكن اي واحد بيطلع معي موجب هو العدد الكبير، العدد الكبير هو البيش والدوت. فبيطلع معي الاكس بير كم تساوي؟ بيطلع معي الاكس بير تساوي دوت، والاكس كي كم تطلع معي؟ الاكس كي بتطلع معي اكس سي بيش. تمام. طيب هلا راح احط او ارسم الجدول بنعرفه نحن اساسا اللي هي الاكس هتكون عندي هون، والمعادله اللي راح اسميها مثلا اف اكس هون المعادله كامله تانية، يعني هي كلياتها هي كلياتها. انا هون اكس سون سوس، هون انا عندي ارت سون سوس. طيب انا عندي الاكس بيش هون راح تكون، وانا عامل الدورت خليني احطه هون بهذا الشكل. طيب كيف بدي اعرف اشارته؟ انا بدي اعوض مثلا قيمه اصغر من اكس بيش الاكس الت مثلا، اذا عوضنا هون اكس الت هون بيطلع معي اوتوز الت، واذا عوضنا هون الت هون عندي اكس يرمي. هلا اوتوز الت والت شو بيطلع معي؟ بيطلع معي كركي، كركي اكيد اكبر من اكس يرمي، فبيطلع معي ان هذا الطرف شو موجب. طيب بيجي على الطرف الثاني او بين الاربعة وبين اكس بيش، خليني اعوض مثلا قيمة الصفر، عن الصفر اسهل شيء لانه بتروح هي بتروح هي لعند اكس يرمي، فبيطلع معنا هون شو اجابة سالبة بين الطرفين. طيب اكبر من اربعة خليني احط خمسة مثلا، هون يرمي بيش بتصير، وبيش بيطلع معنا اوتوز اوتوز اكس يرمي بيطلع معي ارتل اون، فبيطلع من هون قيمة كمان هون شو موجب. طيب اوكي هلا انا لقيت او ظبطت الجدول تبعي، ولكن اذا بتتذكروا حكينا لازم تبع هي الاشارة. هاي الإشارة بتقول إن أصغر من الصفر هي معادلة كلها، معناتها بدي أدور على قيمة أو بدي أدور على المجال اللي هو السالب. المجال عندي سالب شو؟ راح لونه أنا بالأحمر اللي هو شو؟ هذا المجال بين الإكس دوت وبين البيش، عفوا بين الإكس بيش والدوت. طيب أنا بدي أعرف الإكس بيش والدوت داخلين معي ولا لا بالمجال، لأنه بدي أحط أنا تشي أو مجموعة الحلول كذا كذا، يعني مثلا بدي أحط هون إكس بيش فاصلة أربعة، ولكن بدي أعرف هدول قيمتين داخلين معي بالمجال ولا لا. شو بدي أعمل عشان أعرف هالشي؟ هذا بدي أعوضهم أنا بالمعادلتين. فإذا حبيت أنا أعوض إكس بيش هون بيطلع معي شو بيطلع معي العدد هون؟ بيطلع معي يرمي بيش، هون عندي إكس بيش بيطلع معي يرمي يرمي وإكس يرمي، فبيطلع معي الصفر. فإذا كانت هي القيمة صفر هي مي داخل مي راح تكون، فبيكون عندي هون قوس ما له زوايا. والدورت خلينا نعوض الدورت مثلا، هون بيطلع معي أنا هون أرت أرت دورت بيطلع معي يرمي وإكس يرمي كمان صفر، فهي كمان بتروح معي، فبطلع معي المجال من الاكسي بيش الى الدورت، ولكن الاكسي بيش والدورت ليسوا داخلين معي بالحل او بالمجال. يعني مثلا اذا حبيت اعوض او خلي حبيت ارسمهم انا، فبكون انا عندي رسم بهذا الشكل. الدورت عندي هون، والاكسي بيش اذا حطيتها اذا فرضتها هون مثلا عندي اياها، يعني المعادلة بما انه لانه موجبة هي مثال الاكس كاري، فراح يكون عندي الاسفل، فراح اعمل هيك مثلا انا يعني هيك فرضية، فبيطلع من الحل انه هذا داخل معي بالمجال، او عفوا لا
هذا المجال داخل معي أو الحل لهي المعادلة اللي حيكون عندي هذا المجال بين الإكس دوت وبين البيش، عفوا بين الإكس بيش والدوت. فهيك نحن بنكون حلينا المثال أو التمرين الأول. هلا نيجي على التمرين الثاني اللي هو بين إكس كاري أرت بيش إكس أرت سيكيز بيشتر يضا كتشكتر صفر. طيب نحن أخذنا المجال كلياته، خليني أغير الصفحة وأفتح صفحة جديدة. أكتب معادلة عندي هون في إكس كاري أرت بيش إكس وأرت سيكيز أصغر أو تساوي صفر. طيب راح حل هالمرة بالرمادي، نغير اللون. هلا بالنسبة لهي المعادلة عم نقول أنا عندي إياها أصغر أو تساوي صفر. طيب هلا أي عدد أنا جبته لهون، أي عدد أنا حفرضه راح يكون مربع. يعني مثلا إذا فرضت أنا هون عندي إياه هذا العدد هو 5 الإكس مثلا، عدد سالب خلنا نفرضه. إذا فرضنا هون إكس بيش وصارت مربع، فشو بتطلع معنا؟ بتطلع معنا يرمي بيش موجب. وهذا العدد إذا كان سالب بيطلع من هون كمان إكس يرمي بيش. بعدين آخر شيء في عندي أرت سيكيز، فهي بتروح مع هي بتطلع معي أنا شو القيمة؟ بتطلع معي القيمة موجبة. طيب أوكي، إذا جينا على مثلا مثال تاني خلينا نحط هون إكس بير مثلا. إكس بير هون عندي إياها صارت عندي إياها بير وعندي إكس بيش صارت عندي إكس أرت، وأرت سيكيز بيطلع معي أرت إكي، فبيطلع معي القيمة موجبة. يعني أنا بدي أحكي شغلة إنه حتى لو كانت هاي القيمة عندي إياها سالبة أنا، لأنه هاي مستحيل تكون سالبة. ليش؟ لأنه إذا عوضت حتى لو عوضت قيمة سالبة هون حتطلع بالتربيع أنا عندي إياها موجبة. يعني أنا بدي أقول إكس بيش هي حتى لو فرضت إنه سالبة رح يكون أكبر من الصفر، رح تكون شو؟ رح يكون المعادلة كاملة هي كلها أكبر من الصفر. يعني هاي أنا عندي إياها خاطئة. شو يعني خاطئة؟ يعني مستحيل تكون هاي المعادلة تساوي صفر أو تكون أصغر من الصفر، لأنه شفتوا عوضنا قيم سالبة. يعني حتى لو عوضنا قيم سالبة عم نطلع معنا الموجب، الجواب موجب، فبكون أنا عندي حل هاي المعادلة موجب دائما. معناته وهن حاطين لي أنه أصغر من الصفر أو تساوي صفر، معناته أنا شو بفهم الحكاية؟ بفهم الحكاية أنه هاي المعادلة ما إلها أي حل نهائيا، يعني ما إلها شو أي تقاطع مع محور الإكسات. يعني إذا حبيت أرسم أنا هاي المعادلة، إذا حبيت أرسمها رح تطلع معي على الأغلب بهذا الطرف أو بهذا المجال، تمام؟ يعني ما في معها أي تقاطع مع محور الإكسات أو محور الرايات نهائيا، تمام؟ فبقول إنه مجموعة الحلول لهي المعادلة اللي هي شو؟ المجموعة الفارقة أو الفاي. يعني مثلا إذا حبيت أرسم أنا عن طريق الجدول هون الإكس مثلا، رح أفرض إنه هي المعادلة إف إكس هي مثلا إكس سونسوز وأرت سونسوز، تمام؟ ما انه ما في عندي حل نهائيا هون، فهي القيمه او هي القيمه بدون ما اعوض اي شيء دائما القيمه موجبة عندي، فهذا جواب كلياته موجب. عكس الحكي اللي حاكيه لي يعني اللي قايلين لي انه اصغر او تساوي صفر معناته القيمه السالبه راح تكون عندي. فهون انا ما في عندي قيمه سالبه نهائيا، فما فيني اخذ اي واحده من هذول، هو مجال لحل هي المعادله، فبطلع معي انا الحل هو دائما موجب، يعني انه ما في حل لهي المعادله. بهيك نحن بنكون خلصنا من البيت. هلا بننتقل على الجي اللي هي اكس اكس كاري ارت اون اكس اكس يرم بيش اكبر من الصفر او صفر دان بيكتر. هلا خلينا نكتب المعادله اول شيء عندي هون اكس اكس كاري ارت اون اكس، وعندي هون اكس يرم بيش اكبر من الصفر. طيب خلينا نحل باللون الزهري هالمره. هلا بدنا نوجد اول شيء بدنا نوجد الحل لهي المعادله، يعني بدنا نطالع الحلول لها. خلينا ناخذ مثلا هلا هي المعادله اكس كاري اذا اخذناها موجبه او حتى لو اخذناها سالبه، نحط اشاره سالبه، هي عباره عن متطابقه. مربع الاول زائد 2 بالاول بالثاني زائد المربع الثاني هو شو؟ يرمي بيش، يعني هو بيش راح يكون معي. فبتكون عندي اكس 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 بيش كاري يشتر صفر أو يساوي الصفر. طيب إذا نقلت أنا أو خلينا نقول هي أكبر من الصفر، ولكن أنا سويته بالصفر عشان أطلع قيم الإكس،
إذا ضربنا طرفين بـ xc صارت عندنا هي موجبة وهي أصلا إذا ضربت صفر بأي عدد سالب فبيطلع معنا جواب صفر. بعدين ما نقول x كاري x x بيش كاري، إذا جذرنا الطرفين بيطلع معنا الـ x كم تساوي؟ بيطلع معنا الـ x تساوي عددين موجبات هن xc والـ rt بيش. تمام؟ يعني أنا بيطلع عندي حلين لهي المعادلة. فبقول أنا عن طريق هذا الجدول هون عندي x مثلا، والمعادلة عندي يا هون هي fx مثلا، إذا فرضت أنا x سنسوس وعندي هون أنا سنسوس، هي بما إنه لا عفوا ما بيطلع معي أنا سالب، هلا هون ال x بيش إذا أنا غلطت الطرف الثاني صارت عندي أنا موجبة، فبيطلع معي أنا rt بيش. تمام؟ rt بيش، ولكن هي معادلة من الدرجة الثانية، يعني معادلة من الدرجة الثانية إجباري بيكون في عندها حلين، فبكون أنا عندي ال x بير والـ x كي متساويات، يعني في عندي حلين متساويات اللي هن rt بيش. يعني إذا حطيت أنا هون بيش بدي أحط أنا هون خطين بحيث إنه هي المعادلة إلى حلين مزدوجين أو حلين متطابقين من البيش أو أرت بيش. طيب هلا أنا بدي أنتبه على شغلة كثير مهمة، إنه القيمة هون عندي إياها أكبر من صفر، معناتها هي المعادلة كلياتها لازم تكون عندي إياها موجبة، بدي أدور على المجال الموجب أنا عندي دائما هون. طيب خليني أعوض مثلا أي عدد أصغر من الصفر، أصغر من خمسة اللي هي مثلا، خليني أعوض صفر أنا. إذا عوضت صفر هاي راحت وهي راحت عندي، صار عندي هون إكس سالب. طيب أكبر من خمسة خلينا نحط مثلا ستة هون أوتوز ألت، وعندي إكس صارت إكس أوتوز ألت، وعندي هون ألت أون ألت مش، فشو طلع عندي هون؟ طلع عندي أنا يرمي دوت يرمي دوت إكس يرمي ليش، بيطلع معنا إكس بير، فهي كمان بيطلع معنا سالبة، فبيطلع معنا الطرفين سالبين، يعني أنا ما في عندي أي حل لهي المعادلة، يعني بتكون مجموعة الحلول هي شو المجموعة، أو خلينا نقول المجموعة الفارغة أو فاي. ليش؟ لأنه هون عندي سالب طلع عندي هون عندي طلع سالب، ولكن المعادلة هي أكبر من الصفر يعني لازم تكون موجبة، فبطلع معنا الحل بهذا الشكل. طيب هيك نحن نكون خلصنا من الجي، ننتقل آخر شيء على الشي هي إكس كي إكس كاري إكس بيش إكس أرت هون كي أكبر أو تساوي صفر. نكتب المعادلة أول شيء، نكتب هون إنه إكس كي إكس كاري إكس بيش إكس، وأنا عادي أرت هون كي أكبر أو تساوي الصفر. هلأ خليني أغير لون هالمرة، حط اللون الأخضر. هلا اول شيء بدي اوجد الحلول لهي المعادله مشان ارسم الجدول اللي عندي اياه او اللي بدي اياه اساسا. هلا اول شيء مشان اوجد الحل شو لازم، اول شيء خليني انا اتخلص من السالب عشان يصير انا عندي الحل افضل، اضرب الطرفين ب سالب بير بيطلع معنا كي اكس كاري ارت بيش اكس، وانا هون عندي اكس سي اون كي صارت شتر صفر. خليني اتاكد ايه تمام. فهلا انا بدي ادور على العددين اللي اذا ضربتهم ببعضهم، اول شيء خليني احط هون كي اكس لانه انا في عندي هون كي، والثاني اكسات راح تكون شو خلينا نقول بير، لانه اذا ضربنا الكي تشارب بير بيطلع معنا كي اكس كار. هلا بدور على العددين انا اذا ضربتهم ببعضهم بيطلع معنا شو، بيطلع معي عندي اكس سي اون كي. طيب والعدد الكبير بيناته موجب، بحكوا لي انا عندي هون اشاره موجبه، شو العدد اللي ضربتهم بعض بيطلع معنا كي هي الدوت والاتش. طيب العدد الكبير شو هو؟ هي الدوت، معناته الدوت لازم يكون عندي اياها انا موجبه، فبقول انا هون مثلا اكس اتش وهون ارت دوت، فبطلع معنا الاكس بير اذا عوضنا انه هي مثلا تساوي صفر، الاكس بير شو تساوي؟ نقلنا الاكس اكس اتش للطرف الثاني صارت عندي ارت اتش، وقسمنا الطرفين على اثنين بيطلع معنا اتش بلو كي، هاي واحد من الحلول. الحل الثاني كمان اذا عوضنا انه يساوي صفر، فبيطلع معنا الاكس كي شو تساوي، ونقلنا الدورت للطرف الثاني صارت عندنا هون اكس دورت. طيب هلا برسم جدول انا اللي بدي اياه او لازم يكون عندي اياه، هاي اكس وهاي الاف اكس مثلا، هون انا عندي اكس سونسوز هون انا عندي ارت سونسوس، وانا عندي اتش بلي كي وعندي اكس دوت، خلينا نحط اكس دوت مثلا هون، وعندي هون اتش بلي كي
تمام. هلا بيجي بعوض، خلينا نعوض بالنص اسهل شيء، لانه اذا عوضنا هذا الصفر مثلا بين اكس والعاطفة في عندي اشاره سالبه صفر، هاي راحت وهي راحت، ضل عندي هون اشاره موجبه راح تكون عندي. طيب الاصغر من 4، خلينا نقول اكس بيش، اكس بيش صارت عندي هون يرمي بيش، يرمي بيش شاف اكس كي اكس ال اكس ال، وعندي هون ار تو يرمي بيش، صارت عندي هون اكس يرمي بيش، اكس يرمي بيش وان كي، صارت انا عندي اياها اكس يرمي يدي، يعني الاشاره عندي اياها شو سالب. طيب بي اتش بي كي يعني بيطلع معنا بواحد ونص، خلينا نعوض مثلا قيمه 2، الاثنين اذا عوضنا هون 2 بتساوي دورت، دورت شارب اكي هي ساكيز ولكن اكس ساكيز، اكس ساكيز وعندي هون انا اكي شارب اون، اكي شارب باش هي اون اكس اون اكس اون اكس ساكيز هي اكس اون ساكيز، وانا عندي ار تو اون اكي، إذا جمعناهم مع بعضهم بيطلع معي الجواب إكس ألتر، يعني الجواب بيطلع معي أنا سالب، تمام؟ فهي القيم هون أنا عندي بتكون سالب. طيب هلا بيجي بدقق هون، أنا بقول أنا هاي الإشارة أكبر أو تساوي الصفر، معناتها القيمة اللي تكون عنديها موجبة، فبدي أدور أنا بالمجال الموجب، المجال الموجب عندي أنا شو؟ هذا هو، تمام؟ فأنا بدي أقول تشي اللي هي مجموعة الحلول، أنا عندي إكس دورت وعندي شو؟ الإتش بلو كي. انا بدي اعرف الاكس دوت والاتش بي كي داخلين بالمجال معي انا ولا لا، كيف بدي اعرف؟ بدي اعوضهم، خليني اعوض اكس دوت، الاكس دوت اذا عوضناه هون صارت عندي هون اون الت شارب كي وتوز كي ولكن اكس وتوز كي، والديرمي دوت عفوا والاكس بيش شارب اكس دوت بيطلع معي انا كم؟ بيطلع معي انا يرمي موجبه هون اكس وتوز الت، هي ضل عندي ان اكس اون الت، اكس اون الت وارت اون سكيز بيطلع معي إشارة سالبة، يعني بتكون أنا داخل معي أنا بي شو بالمجال أو بهذا المجال. والـ اتش بي كي كمان نفس الشيء، إذا عوضناها راح يطلع معي أنا كمان نفس الشيء داخل معي أنا بهذا المجال، فبكون أنا عندي جواب بهذا الشكل، هي جي إكس دوت والـ اتش بي كي. طيب هيك نحن بنكون خلصنا السؤال الأول أو تمارين السؤال الأول كاملة، ورح ننتقل للسؤال الثاني. هلا السؤال الثاني نفس الشيء كمان، طالبين مني انا اوجد حلول لهدول المعادلات او اوجد مجموعه الحلول لهدول المعادلات العدم المساواه او غير المعادلات، خلينا نقول عليهم لانه ما في عندي انا اشاره تساوي او تعادل، يعني بيكون مساواه او شيء. طيب هلا نبلش من عند رقم واحد او المعادله الاولى، التمرين الاول هو اكس كاريت اكس دوت اصغر من صفر. هلا رح اكتب المعادله اول شيء، هي اكس كاري اكس دوت اكبر من صفر او اكبر او يساوي صفر، اكبر ولا اصغر كانت؟ لا اصغر، اصغر او يساوي صفر، تمام. فهلا انا بجي بدي حلها، بقول انا اول شيء عندي اذا سويناها للصفر بطلع معنا الاكس كاري اكس دوت يشتر صفر. طيب اذا نقلنا الدوت للطرف الثاني صارت عندي اكس كاري يشتر دوت. طيب اذا جذرنا الطرفين بروح الجذر مع التربيع، بدي ذلك انه الاكس كم تساوي ارت اكس شو اكي، تمام. يعني انا حلين عندي انا واحد واثنين هني اتش واكي. طيب خلينا نرسم الجدول، هون اكس هون اف اكس هي المعادله اللي عندي اياها، هون اكس سي سونسوس هون عندي انا ار سونسوس، عندي حلين انا اول واحد اكس سي كي والثاني واحد هو ار كي، ولكن المعادله اصغر من الصفر فبطلع معي انا الجواب شو، او بدي ادور على المجال السالب. طيب خلينا نعوض بيناتهم صفر، هدول اول شيء مباشره اذا عوضتهم صفر طلع معنا الجواب شو سالب، رح يكون بيناتهم سالب رح يكون معناته. طيب اذا عوضتهم اكس يوتش هالمره، اكس يوتش يعني دوكوز صارت، دوكوز اكس دوت عندي يعني موجبه صارت، ليوتش اذا عوضنا هون يوتش كمان بهالطرف كمان نفس الشيء رح يطلع معنا سالب موجب، فبيطلع معنا المجال اللي بدي اياه هو سالب، يعني انا هذا المجال، فبيطلع معنا مجموعه الحلول تشي تساوي الاكس كي والكي، ولكن هدول انه داخلين معي بمجال ولا لا ما بعرف، بدي اعوض. خليني اعوض، اذا عوضنا هون مثلا
20 عفوا اكسي 2 كارثي هي دوت دوت اكسي دوت هي صفر تمام. فالصفر ما راح تكون داخله معي انا قول انا بعدين او الصفر ما معناه اشاره مجبر ما معناه اشاره سالبه عفوا انا عم دور على الاشارات السالبه لانه فبكون انا عندي بهذا الشكل اكي هالمره اذا عوضنا هون اكي صارت عندي هدوت كمان دوت اكسي دوت هي صفر كمان نفس الشيء يعني مجموعه الحلول هي بين الاكسي كي وبين اكي. طيب هلا بنتقل على اللي بعده بيكون حاليا رقم واحد اول ا نيجي على البي بنقول نحن البي اكسي يرمي اكس كاري ارتو كر كبير اكس اكسي يرمي اصغر او تساوي صفر. خليني اكتب المعادلة انا اول شيء عندي اياها هي اكس يرمي اكس كاري ارتب كر كبير اكس اكس يرمي هاي سالب لازم تكون اصغر او يساوي الصفر تمام. طيب خليني اشتغل هالمرة باللون الازرق مليت من الالوان الداخلية. اول شيء راح اعمل بدي اوجد انا جذور او بدي اوجد حلول هاي المعادلة. قبل ما اوجد الحلول خليني اضربها بسالب مشان نشتغل براحتي انا. اذا ضربناها بسالب بير بيطلع معنا يرمي كاري او يرمي اكس كاري ار اكسي كر كبير اكس وانا عندي هون صارت هاي ار تي يرمي خليني اساويها بالصفر انا مباشرة مشان اوجد الحلول لهي المعادلة. طيب هلا هي انا ما في نحلل المتطابقات لانه في عندي هون لون اعداد مجبر مثلا او خلينا نقول اعداد زوجية كان قسمناهم على 2 على 4 على 8 على كذا اختصرناه ولكن انا عندي هون عدد فردي فرح ما راح يطلع معي الجواب مباشرة. فشو بدي استعين؟ بدي استعين بالدلتا. فبقول انا الدلتا شو تساوي عندي؟ الدلتا عندي هي بيكري اكسي دوت او شارب جي تمام. فبطلع معي الدلتا كم تساوي البيكري يعني الكبير كاري كر كبيرين كاري سي هي بين التيوز سيكس امبير تمام. اكسي دوت شارب يرمي هي الا واليرمي اللي هي جي تمام. فبطلع معنا اكيد عدد موجب لان 1600 اكثر من 4 ضرب يعني 4 ضرب 200 ضرب 4 ضرب 400 بطلع معنا ونقاط او بطلع معنا 1600 هون تمام. او بين التيوز اذا طرحنا منا البين التيوز عفوا 6 امبير بيطلع معنا الدلتا كم تساوي اللي هي 6 امبير يعني يؤدي ذلك انه جذر الدلتا كم يساوي عندي اللي هو توكوز. طيب ما انه هذا عدد اكبر من الصفر ففي عندي حلين لهي المعادله اكسي بي البي عندي شو هي كر كبير اللي هي اكسي بي اكسي كر كبير ارت هالمره خليني اخذها جذر الدلتا اللي هي توكوز على كي ا الا او كي ا عندي الا عندي كم شاد او شاد عندي الا هي اكسي يرمي اكسير من شرط اكي اللي هي اكسي كرك تمام. فبيطلع معنا الجواب هون شو اكسي كرك كبير واكسي ارت بوكوز طرحناهم من بعضهم بيطلع معنا اكسي وتوز كي والمقام انا عندي اكسي كرك راح السالب مع السالب بيطلع معنا دوت اذا قسمناهم على 9 بيطلع معنا دوت بالبيش. طيب هلا بنجعل الاكسي كي هالمره وتساوي اكسي كير كبير اكسي دوكوز بلو اكسي كيرك كله سالب ما شاء الله اكسي اكسي اكسي. طيب بيطلع معنا الجواب هون كم اذا جمعناهم مع بعض الكير كبير والدوكوز بيطلع معنا اكسي اللي بلو اكسي كيرك راح السالب مع السالب طلع عندنا قسمناها على 10 بيطلع معنا بيش بلو دوت. فانا بيجي برسم الجدول اللي عندي اياه او مش خليني اذكركم انه شو بدي اوجد انا بدي اوجد المجموعة او المجال السالب لانه شو الاشارة اصغر من او تساوي الصفر. طيب بحط انا هون x بحط هون انا ال fx وبحط هون x سونسوس وهون r سونسوس بحط انا اول قيمة عنديها هي الدوت بالبيش اصغر من بيش بالدوت بحط اول قيمة عنديها انا هون هي دوت بالبيش طلع مثل لمة باللغة العربية هي وبعدين عندي تاني انا بيش بلو دوت بلو دوت وهي لما خلينا نسميها لما معلش حلوة هلا دوت بلو بيش اصغر من واحد وبيش بلو دوت اكبر من واحد
تمام، ولكن اثنيناتهم تم مشبات، فراح احط انا او راح اعوض القيمه بير مباشره مشان يطلع معي الحل، او خلينا نقول اسهل لي انا. هلا اذا عوضنا بير بيطلع معنا اللي اكس يرمي تشارب بير هي اكس يرمي، وهون انا عندي بير اكس يرمي وكيرك بير هي شو؟ اكس يرمي وكيرك بير هي يرمي بير، يرمي بير ويرمي اكس يرمي عفوا، بيطلع معنا جواب بير، فبيطلع معنا جواب شو؟ موجب بين هدول الطرفين. طيب اذا عوضنا قيمه اصغر من الدرت والبيش، اصغر من الدرت والبيش اصغر من الواحد، خلينا نعوض مباشره صفر، بتروح هي بتضل عند الهون قيمه شو؟ سالبه راح تكون. طيب البيش بالدوت يعني اكبر من الواحد بشوي، خلينا نعوض انا مثلا اثنين، اسهل شيء اثنين. اذا عوضتهم اثنين بيطلع معنا هون دوت دوت شارب اكس يرمي بيطلع معنا اكس 6 هم، هي اكس 6 هم، وكير كبير ضربناها باثنين بيطلع معنا 6 هم كي، وعندي هون اكس يرمي. تمام، اكس يرمي واكس 6 هم هي اكس يوز، اكس يوز ار 2 سي كي عفوا 6 هم كي بيطلع معنا هون اكس اون سيكيز، يعني اشاره شو؟ سالبه تكون عندي يعني. فبيطلع معنا الجواب شو اللي بدي ادور عليه؟ هو انا حكيت انه بدي اوجد السالبه، فراح يكون انا عندي المجال هون وهون هو الحل لهي المعادله، ولكن بدي اعرف الدورت والبيش، والبيش والدورت شو موجودين ولا لا. فشو بعمل انا؟ اول شيء خليني اكتب تشي وتساوي على مجموعة الحلول، أكيد الإكسسنسوس مو داخل معي، بعدين أنا دوت بالبيش. تمام، هلا بدي أعرف أنا دوت بالبيش داخل ولا لا، بدي أعوضها، بعوضها أنا بالمعادلة بيطلع معي أنا الجواب موجودة ولا لا. هلا دوت بالبيش إذا عوضناها مربعة شو بتصير عندي أنا؟ خليني أكتب هون إكس يرمي دوت بالبيش مربعة هي أون أرتو بالبيش يرمي بيش، وعندي هون أرتو كير كبير شارب دوت بالبيش عدد كبير صارت عندي اياها، وعندي هون اكس يرمي. تمام، طيب هون اذا قسمنا هي مع هي بتروح على الخمسات، يعني بيطلع معي انا هون اون اوتر شارب دوت بالبيش عفوا سالب، طبعا اكيد هذا العدد سالب، حطوا بالكم، وهذا العدد انا عندي اياه موجب وهذا عندي اياه سالب. طيب هلا الكير كبير شارب كبير 41 ضرب 4 شد بيطلع معي 4 ضرب 4 16، يعني 160 164 تقريبا بيطلع معي الجواب. تمام، بسط 164 على 5 يعني تقديريا راح هيك حل تقديري، بس مشان اوجد الاشاره، يعني اشاره راح تطلع موجب ولا سالب، يعني اذا 160 خلينا نقول 150 قسمناها على 5 بيطلع معي انا 3 او 30 تقريبا. تمام، خلينا نقول قريبه من 30 هي القيمه عندي. طيب وهي القيمه عندي هنا اون دوت شارب دوت اون ارت شارب دوت شو هي؟ يعني بيطلع معنا تقريبا 54 تقريبا 54 على 5 بيطلع معنا 11 وشوي، 11 وشوي عندي هون اشارة او هي القيمة سالبة، يعني 11 وشوي 11 و 20 31 تقريبا، حكينا احنا هي 30 وهي اشارة سالبة، فطلعت معنا القيمة سالبة وانا بديها اساسا سالبة، معناتها هي داخلة انا عندي اياها بي المجال، فبيطلع معنا كرشلي بارنتيز مجتمعا مع، نجي على الطرف الثاني هلا البيش بولدورت الى سونسوز او لا نهايه سونسوز مو داخل معي. هلا بيوجد انا البيش بولدورت داخله ولا لا؟ كمان نفس الشيء، بقول انا مربع البيش بولدورت هلا اكس يرمي البيش بولدورت هي يرمي بيش ولو اون ارت هاي شارب، طبعا ارت كبير شارب بيش بولدورت، وعندي هون اكس يرمي كمان نفس الشيء. هلا نفس الشيء تقريبا القيم تطلع معنا، اذا هذا سالب وهذول اثنيناتهم سالبين اكيد راح يطلع معي اكبر من هذا العدد بالحل، فبيطلع معنا هي وبيطلع معنا البيش بالدورت هي القيمه الداخله معي انا بالمجال. تمام، فبيطلع معنا مجموعه الحلول من الاكسسنسوز للكريك للدورت والبيش والدورت والبيش داخله بالحلول، ومن بيش بولدورت الى اللانهايه، والبيش بولدورت داخل معي بالحلول او بمجموعه الحلول. فهيك نحن نكون خلصنا البي، كانت صعبه وطويله علينا. ان شاء الله بالدرس القادم نكمل معكم من عند تمرين جي للسؤال الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.